ايش ايش ها هديه اي من شخص يتعامل بالربا اي يعني لا يعلم ان هذه هديه من الربا حقيقه او انها مشتركه في مال الحلال مال الحرام. سأسألك، هل اليهود ياكلون الربا او لا؟ ها اليهود ياكلون الربا او لا؟ اليهود ياكلون الربا او لا ياكلونه؟ اليهود ياكلونه. فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء بغير الحق إلى أن قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هديتهم، قبل هدية المرأة التي أكلت إليه الشاة في خيبر وعاملهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. ولهذا لدينا قاعدة أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط دون من أخذه منه بطريق مباح. أفهمت القاعدة؟ ها؟ أصبر، علمني ماذا فهمت منها. ما حرم أحد منكم فهم القاعدة؟ ها؟ ما حرم؟ لا ما حرم، ما حرم؟ ما حرم الشخص كسبه؟ ما حرم لكسبه، يعني ما حرم بسبب الكسب؟ لا ما يحرم على من أخذ منه بطريق الحلال في الواقع. أين؟ والهدية، هدية من ماله ربا يجوز قبولها، البيع والشراء معه يجوز، إلا إذا كان في هجره مصلحة. يعني في عدم معاملته وعدم قبول هديته مصلحة فنتبع هذا ابتغاء المصلحة. أما ما حرم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره. فالخمر مثلا لو أهداه إلي يهودي مثلا أو نصراني ممن يرون إباحة الخمر، هل يجوز لي قبوله؟ لا، لأنه حرام علي لعينه. إنسان سرق مال شخص وجاء وأعطاني إياه هذا المال المسروق، يحرم ولا ما يحرم؟ عجيب يا جماعة، يحرم، لأن هذا المال بعينه الإنسان، هذا المال بعينه حرام. واضح الآن؟ هذه القاعدة تريحك من إشكالات كثيرة. ما حرم لكسبه، عجيب، ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون من أخذه بطريق الحلال، إلا إذا كان في هجره وعدم الأخذ منه، عدم قبول هديته وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة تردعه عن هذا العمل، فهذا يهجر من أجل اتباع المصلحة، من أجل ابتغاء المصلحة. حتى الأكل، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قبل دعوة اليهودي وأكل من طعامه؟ وأكل المرأة أيضاً